احبائي اهلا وسهلا، نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك اللي كتشاهدوه كيجي رائع مذاقا وشكلا كذلك كيجي بنين. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. في اناء اللي غادي نوضع فيه 3 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ وما يكونوا يعني متوسطه الحجم، الا كانوا كبار ديروا غير زوج، و الا كانوا صغار ديروا 3 ديال البيضات. نضيف لهم قليل كبصة ديال الملح، غادي نضيف كذلك نصف كاس او كاس الا ربع كاس مع مرش ديال سكر سنيده، لانه هذا الكيك ديالنا ما غاديش نكثروا فيه الحلاوه لانه ديجا في الصلصه كتجي حلوه. غادي نضرب البيض مع سنيده بالضرب جيدا حتى كيرجع اللون ديال البيض يميل للابيض كما كتلاحظوا وكتحسوا به كيطلع. هاد الكيك صراحة كيجي رائع وما تشبعوش منه. ثم نضيف كذلك نصف كأس من الزيت ونستمر في الخلط. ثم نضيف جوج ديال الساشيات من الكاكاو المر هنا. غادي نكون ضفت الدقيق، انه المقطع ديال الاضافه ديال الدقيق تمسح. غادي نكون ضفت كميه من الدقيق اللي غادي نحتاجها، ثم نضيف جوج اكياس من الكاكاو المر، ثم نضيف جوج اكياس من خميره الحلويات ونحرك المكونات جيدا حتى يتغير اللون ديال الخليط كما كتلاحظوا. بالنسبه للخليط ما يجيش قاسح، ما يجيش سائل بزاف، كيجي متماسك، كيجي شويه ثقيل. كنستمر في الخلط حتى نحصل على هذا القوام. هنا غادي يكون موجده المول، يعني ممكن تاخذوا اي مول اللي كيبغي الخطر ديالكم. انا كان عندي هذا المول هذا. بالنسبة للصلصة غادي نحتاج جوج كيسان ديال الحليب، غادي نحتاج تقريبا جوج معالق كبار من خميرة، عفوا من كريم باتيسير، بودرة كريم باتيسير. غادي نضربها قليلا عاد نوضعها على النار، ثم نضيف لها ملعقة من سكر سنيدة.
ونضيف لها واحد دانون دانيت هنا. الكيك ديالي كما كتلاحظوا راه جاهز كيوجد بسرعه. غادي نسقيه بالحليب بارد او ممكن تسقيوه بالحليب ممزوج بالكاكاو الحلو. صراحه كيوجد بسرعه ما ياخدش بزاف ديال الوقت كيجي كذلك رائع. وممكن يعني كيكون يعني كيكون في حجم كذلك عائلي. ممكن تضيفوا له في الخليط في الاول قشر البرتقال كذلك كيعطي واحد النكهه رهيبه في الكيك ديال الشوكولا. من بعد ما بردت الكيكه ديالي تماما غادي نضيف لها هذا الخليط اللي انا كنت حضرته من الحليب بودره كريم باتيسير كذلك ضفت لها جوج ديال الاكياس من الكاكاو المر كذلك ملعقه ونصف من سكر سنيده. والكيك ديالنا اخواتي كيجي على هذا الشكل من بعد ما برد تماما كيجي رائع فعلا يستحق اننا نحضره يوميا ماشي مره في الاسبوع او يعني مره كيجي رائع خصوصا فاش كيبرد وكيتماسك. ومن خلال هذا الفيديو نخليكم على الف خير ونقولكم بالصحه والراحه ونخليكم على الف خير. فيديو جديد وصفه جديده دائما مع اماني ام انور. نشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم والثقه ديالكم. نتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم. ما تنسونيش بلايك واشتراك وجيم باش يوصلكم كل جديد. وخليتكم على الف خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.